يقول سماحة الشيخ ذكرتم بكفر من يحكم بالقوانين الوضعية وقد أشير عنكم أنكم تراجعتم فهل هذا صحيح؟ لما لحق تراجع ولا لحق كفر إلا بالكتاب والسنة. فالذي يحكم بالقوانين الوضعية يرى أنها أحسن من القرآن ومن الشرع هذا لا شك في كفره، أو أنها مساوية وأنه مخير هذا لا شك في كفره عند جميع العلماء.